السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. على وقع اتفاقات جديدة ونقاط مشتركة تمكنت من خلالها القوى الفاعلة في المجلس النيابي من الاتفاق حول خارطة حل تبدأ من جلسة البرلمان وتلتزم باستكمال المتبقي من الاستحقاقات وفقا لمقررات الدستور بغية إحداث ثقب في جدار الأزمة المستأصلة والمتأصلة، ومن أن صيغ الولوج إلى حل أصبحت متاحة أكثر من أي وقت مضى، حتى جاءت الاستقالة المفاجئة لرئيس المجلس في الشطر الأول من جدول أعماله المثبت يوم غد الأربعاء دون أن يستشير أحد، لأسباب يتحدث عنها الرئيس أنها تتعلق بالتغييرات الأخيرة، وفي الأمر عدة احتمالات الأبرز فيها الرغبة في تجديد الثقة قبيل تشكيل الحكومة. هذه الجلسة المفترض عقدها خلال المقبل من الساعات أحيطت بالأطواق الأمنية المشددة لضمان عدم التعرض لمبنى المجلس وسلامة العقد. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة، فإن مخرجات الحوارات الكردية لا تزال بلا رصيد، فالاتفاق يغيب عن بيوتات الشمال في حسم مرشح رئاسة العراق، حتى مع التئام المجلس وعودة نشاطه، فورقة الغريمين الكرديين التفاوضية لم تتمكن فيها أحزاب السلطة في كردستان من الوصول لنقاط وسطية تفضي لمرشح التسوية، وهو ما يجعلها تتحمل المسؤولية المباشرة في عدم الذهاب نحو تنفيذ المعطل من الاستحقاقات بحسب الإطار التنسيقي اللي أنهى ما يقع عليه من مهمة وقدم مرشحه لرئاسة الحكومة، ولم يتبقى سوى إنهاء الجدل الكردي بغية تعبيد الطريق للزعيم الجديد لقصر السلام. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة راح نناقشها تباعا مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون البقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. التطورات الأخيرة بالأزمة السياسية اللي كما يبدو أنها راح تكون من الماضي بعد التقارب الأخير بين القوى الفاعلة واتفاقها على المخرج الهادئ والذي يتمثل بجلسة البرلمان، حتى جاءت استقالة رئيسه لتخالف كل التوقعات ولتنتج المزيد من التحليلات والمعرقلات. مشاهدينا، نفتح وياكم هذا الملف لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. بعد أكثر من شهرين على تعليق جلسات مجلس النواب جراء اقتحامه يعاود استئناف نشاطه يوم غد الأربعاء وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع للقوات الأمنية، متضمنا في فقرته الأولى التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وانتخاب النائب الأول للبرلمان في فقرته الثانية، أسباب الاستقالة المفاجئة وبناء على قوله أنه لم يتداول بها مع أحد، كثرت حولها التحليلات والتأويلات، في البدء منها ما أعلنه مقدم الطلب رئيس السلطة التشريعية بأن الأمر جاء بعد تعرض خارطة الكتل السياسية إلى تغييرات كبيرة عقب استقالة الكتلة الصدرية التي دعمته في تولي المنصب، وهو ما أخل بميزان الحجوم النيابي، وهذا الأمر يوجب إعادة ترتيب البيت من الداخل حفظا لرأي الأغلبية العددية. أنا كنت موقع وجزء من مشروع أغلبية سياسية ومشيت به، الآن أرجع أوقع مرة أخرى على مبدأ التوافقية. علي أن أعرض نفسي كما عرضت، عفوا، أعرض وجودي بهذا الفريق السياسي اللي مؤمن بالأغلبية، والآن أكو فريق آخر مؤمن بالتوافقية. أنت بمن مؤمن؟ المعايير مختلفة. أما الرأي الآخر الذي فسره نواب أنها خطوة شكلية بغية إعادة الثقة والحصول على تفويض من كتلة ائتلاف إدارة الدولة المشكل حديثا، فربان البرلمان أول الصيادين في بحار الفصل الجديد من التحالفات. على الرغم أن مسألة الاستقالة مجازفة محسوبة بدقة ونتائجها مسبقة بالرفض وتجديد ثقة المجلس برئيسه الحالي، إلا أنها سرقت الأنظار قليلا عن بوادر التوافق التي عززت من عودة الحياة البرلمانية والمضي قدما بالعمليات السياسية. علي حبيب، الأيام الفضائية.
من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، أرحب بضيفي الكريم الدكتور أحمد العيساوي عضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني. حياكم الله دكتور أحمد ضيفا كريما، أهلا ومرحبا بك. وكذلك انضم معي عبر سكايب السيد سعدي الجبوري عضو حزب تقدم من نينوى، حياك الله أستاذ سعدي. أبدأ مع حضرتك دكتور أحمد، نتحدث اليوم عن انعقاد جلسة مجلس النواب اللي طال انتظارها، بالتالي ما الجديد الذي ستأتي به هذه الجلسة؟ أولا نرحب بك وبضيوفك الكرام مشاهدي قناة الأيام. حياك. طبعا الجديد في هذه الجلسة أنه أول مرة يكون هكذا تحالف داخل مجلس النواب، تحالف يكون فيه أطياف المجتمع العراقي يجمعها سنة وعرب وأكراد ومسيح وتركمان، وهو التحالف إدارة الدولة. والأمر الثاني هو أن هذه الجلسة تختلف عن باقي يعني جلسات مجلس النواب. أول مرة يطرح رئيس مجلس النواب للاستقالة، وسيتم يعني حسب الاستطلاعات الأولية أنه سيتم تصويت له أو يبقاه على المجلس، واثنين سيصوت للنائب الأول يعني لرئيس المجلس أو اختيار رئيس المجلس، وبعدها سيتوجه إلى القوى الكردية لاختيار رئيس الجمهورية. غير هيك ما راح يصير في الجلسة، وإعادة عمر مجلس النواب المنتهية. أما عن بقية الأحداث المتزامنة لهذه الجلسة وانقطاع مجلس النواب، تدري يمكن هذه أطول فترة مرت على العراق خلال هذه الفترات الماضية في انتخاب رئيس يعني الجمهورية أو حتى عمل رئيس مجلس الوزراء. سنة صار لنا ودخلنا في السنة، وهذه أطول مدة، ولهذا السبب ستكون مختلف خاصة في التحالفات اللي موجودة اليوم، تحالف يعني لم كل أطياف المجتمع، واثنين خاصة في توجه ما بعد التحالفات، هو أن الأمور ستجري إلى يعني أربعة أمور، وبعدها سيتم اختيار انتخابات مبكرة أو تحديد موعد انتخابات مبكرة. طيب اسمح لي أن أرحب بالأستاذ محمد الشمري النائب عن ائتلاف دولة القانون، ينضم معي عبر الأقمار الاصطناعية. حياك الله أستاذ محمد. سيادة النائب، نتحدث عن إعقاد جلسة مجلس النواب اللي طال انتظارها، ولكن الغريب في الأمر أنه جدول أعمالها كان من شقين، الشق الأول هو استقالة رئيس المجلس، يعني شنو هذا اللغز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام ولمتابعيكم. الحقيقة اليوم جلسة البرلمان اليوم غد وجدولها تضمن الفقرة الأولى التصويت على إقالة السيد رئيس مجلس النواب. هذه الحقيقة يجب أن يسبقها انتخاب نائب رئيس مجلس النواب ومن ثم التصويت على الاستقالة، لكن هذا الخلل ممكن تداركه، أو القضية اللي صارت أعتقد أنه السيد رئيس مجلس النواب يسعى لتثبيت نفسه بهذا بهذه الاستقالة، وقدمها على كل شيء، بحيث أنه السيد رئيس مجلس النواب لم يحصل على تأييد الإطار التنسيقي، لأنه كما تعلمون في فترة انتخابه الإطار التنسيقي كان مغادر للقاعة ومغادر للجلسة. فاليوم يريد يثبت وجوده أولا، وإرسال رسالة ثانية إلى شركاء القدماء الإخوان في التيار الصدري، رسالة أنه هو معهم وسار باتجاه. أنا أعتقد غدا سوف لن تمر الاستقالة، لن يوافق عليها المجلس، وتكون تثبيت للسيد رئيس المجلس بشكل قانوني، ويحصل على أصوات من لم يحصل عليهم في السابق. طيب أستاذ سعدي الجبوري، أنتقل حضرتك لما نتحدث عن جدول أعمال الجلسة اللي تضمن في أولى جلساته في استقالة السيد الحلبوسي، بالتالي لما يتم تقديم الاستقالة هل كما نوه السيد النائب بأنه يجب أن يقلب البرنامج التصويت على نائب رئيس مجلس النواب بالبداية ومن ثم التصويت على الاستقالة؟ بداية حياك الله أخي أستاذ أحمد، حياك الله وضيوفك الأعزاء والجمهور قناة الأيام المحترمين، أهلا ومرحبا. نعم، بالنسبة لجلسة يوم غد إن شاء الله
هي طبعا خطوه شجاعه من السيد الرئيس العنبوسي تقديم استقالته، وهذا يعني مثل ما نوه هو في لقاء يوم امس انه اعطى فرصه للساده النواب الموجودين اللي استبدلوا من نواب التيار الصدري بان ياخذون فرصتهم يعني انتخاب رئيس المجلس، وهي حقيقه مبادره نقدر نسميها مبادره صحيه في المجال السياسي، انه تكون الاستقاله وعدم التشبث بالمنصب يعني هي من صفات القائد، وهذا الشيء اللي تميز به السيد رئيس المجلس السيد الرئيس الحلبوسي، وان شاء الله هذا عزز موقفه جماهيريا في المحافظات العراقيه كافه، وان شاء الله تكون خطوه موفقه في تشكيل حكومه تدعم يعني سياسه الدوله الجديده بالنهوض بالواقع الاجتماعي والواقع الصحي وكل المتطلبات التي يحتاج الشارع العراقي اليوم، ونغادر كل الخلافات اللي هي كانت سنه صعبه مرت على العمليه السياسيه في التقاطعات بين الشركاء والحلفاء، وان شاء الله القادم يكون افضل. طيب دكتور احمد، يعني ضيوف الكرام يرون ان استقاله الحلبوسي يعني تاتي لترتيب اولويات جديده وفق التحالفات الجديده، ولكن هنالك قباله هذا الراي من يراها انها مناوره سياسيه، كيف تنظر الى هذه الموضوع؟ طبعا هي فيها شقين، وهي مناوره فعلا سياسيه وفي توقيت حرج احرج الاطار التنسيقي وحلفائه واحرج جميع الاطراف السياسيه. اولا رفض الاطار التنسيقي هذه الاستقاله، فسيخرج السيد الحلبوسي بطلا قوميا انه اني عارضت الحكم وعارضت الاطار التنسيقي وعارضت وبقيت مع حليف الصدر، واني اليوم اعود في مناطقي منتصر، وحلفاء اللي في الانبار سينظرون له غير منظر، واذا بقي في البرلمان وجدد له سيضرب التحالف الجديد الذي اليوم يرسم له في الانبار وهو تحالف الانبار الموحده، وايضا سيعود قويا داخل البرلمان باعتبار ان النواب جددوا له ولن يهددوا في المستقبل في الاقاله. ولهذا السبب استغل التوقيت الحرج لجلسه مجلس النواب واحد، واثنين طرح التوقيت ايضا في وقت يحتاج جميع الاطراف لحل هذه الازمه السياسيه، فطرح في هذا التوقيت حصرا هو كان مناوره سياسيه فعلا، انه ذكي وفعلا انه استغل الوقت المناسب لإخراج مخرج يخرج فيه منتصرا. أما عن السيد النائب يقول أنه يقدم الإقالة على التصويت، فهو اليوم لا يحتاج أن يقدم الإقالة على التصويت، هو يريد أن يجدد يعني أو يجدد عمره، فكيف أن يقدم النائب الأول؟ سيكون الإدارة للنائب الأول لجلسات مجلس النواب، ومن المحتمل إذا دار السيد مجلس رئيس المجلس أو النائب الأول لجلسة مجلس النواب ستكون الأمور مختلفة، يعني اليوم اكو خلل في البرلمان بغياب النائب الاول، وهذا الموضوع انه اليوم جدول الاعمال هو يمهد لاختيار النائب الاول لرئيس مجلس النواب. ولهذا السبب انا بتصوري الشخصي، هسه مو بتصوري الحزبي، يعني بتصوري الشخصي اتوقع انه مناوره جدا ذكيه في توقيت جدا ذكي، واحرج باقي الحلفاء السياسيين ومن بينهم تحالف اداره الدوله ايضا احرجه في هذا التوقيت، لان قبل هذا الموضوع ما كان للسيد الحلبوسي اتفاق انه سيقدم استقاله ولا يقول اقاله، كان الموضوع هو التصويت على النائب الاول في هذه الجلسه، وبعدين يتركون للكرد الخيار في اختيار رئيس الجمهوريه. طيب سياده النائب، يعني يتفضل الدكتور العيساوي بان هذا الموضوع هو حلفاء هو يعني على قصد التحالفات الجديد، ولكن ايضا اذا ما نظرنا الى الحليف السابق، هل ان هذا الموضوع موضوع الاستقاله ينطوي على شقين، احراج الحلفاء الجدد والتلويح بالوفاء للحليف السابق، وبالتالي ما الجدوى من اختيار هذا التوقيت بالذات للعزف على هذين الوترين؟ الحقيقة السيد الحلبوسي بهذه الاستقالة أثبت أنه رجل ذكي جدا وسياسي بارع جدا جدا، هذه تحسب له. أولا سيضفي على نفسه شرعية
بهذه الاستقالة شرعية كانت مبتورة أو أصوات كان يطمح للحصول إليها ولم يحصل عليها، لكن بهذه الخطوة بعيدة النظر حقيقة سيجبر باقي الأطراف على منحه الثقة، وهذا ما سيحدث غدا حسب توقعاتي الشخصية. الموضوع الثاني أنه تناغم مع موقف الحلفاء السابقين الأخوان في التيار الصدري، بحيث أنه لا يزال إلى جانبهم ومع توجهاتهم، لكن الذي فرض عليه غير ما يتمنى أو غير ما سعى إليه. فهذا الحقيقة في موقف في حكمه وفي سياسة بعيدة جدا. طيب. أنا اليوم يعني موقفي الشخصي اليوم ارتفعت نقاط السيد رئيس مجلس النواب السياسية ودرجته السياسية عندي بشكل كبير جدا. طيب يعني ليش ما نقول هي استجابة للتلويح بتغيير رئاسة مجلس النواب من قبل الإطار التنسيقي في مرة سابقة، لربما نوه بأنه لم ينل الثقة من الإطار، ونوهت أيضا حضرتك بأنه انتخاب جلسة انتخاب رئيس البرلمان لم تكن بوجود يعني نواب الإطار التنسيقي. وأضيف لك موضوع آخر أستاذ، أنه المحكمة الاتحادية أصدرت قرار ببطلان الجلسة الأولى، يعني بطلان قضية الجلسة الأولى التي بعد مسارات ما بعد ترأس كبير السن. وهذا الموضوع أيضا يضع كل الإجراءات في خانة الإلغاء، لكن قلت لك هو الرجل اختار هذا الطريق لغرض التثبيت، يعني حتى من جملة القرارات المحكمة أنه اعتبار الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر قانونا. هذا الموضوع كله تجاوز الرجل بهذه الاستقالة. أما قضية التلويح بإقالة السيد رئيس مجلس النواب كان بناء على تحالفاته السابقة وتوجهاته السابقة. تدري السياسة هي فن الممكن، ولا يوجد في السياسة عدو دائم ولا صديق دائم، هناك تبادل مصالح وتبادل منفعة لغرض الارتقاء بالمستوى حتى الطرفين، يعني مو طرف على حساب طرف. السياسة كل شيء وارد فيها، والرجل استغل حركة سياسية تحرك سياسي في محله وفي وقته وبذكاء وداء. طيب أستاذ سعدي، نتحدث أيضا عن قضية تزامن هذه الاستقالة مع موعد تجدد التظاهرات كما نوهت بعض القوى التي تريد أن تخرج في هذه الفترة، وهنالك أيضا من ربط هذا التوقيت بهذه التظاهرات، وإن صارت تظاهرات فأنا طالبت بالاستقالة، وإذا مضت رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء فأنا يعني طلبت الاستقالة وأنتم تمسكتم بوجودي، كيف تنظر إلى هذه الفرضيات؟ حقيقة أستاذ أحمد يعني هذه يعني هنا يعني ما إلها من المنطق شيء، يعني الواقع الحال اليوم احنا امام مجلس النواب فيه 73 نائب لم يصوتوا للسيد الرئيس في الجلسه اللي تصوت فيها انتخابه كرئيس. اما موضوع التظاهرات اليوم يعني احتمال التظاهرات تحدث او ما تحدث، يعني هو ما من يعني من غير الممكن ان يتخذ هيك قرار يعني خلينا نقول خطير بالمعنى صح التعبير على توقع المظاهرات شنو راح تكون نتائجها. من وجهة نظرنا نشوف أنه هو قرار شجاع، القرار أنه يريد يعني يبين أنه وجوده بالمجلس مجلس النواب وجود مقبول مرحب به من قبل كل الكتل السياسية، خصوصا بعد التغيير اللي صار بعد انسحاب
كتلة التيار الصدري اللي استبدلت بالأعضاء الجلد. فهذا أتوقع هو هذا الشيء الرئيسي اللي كان حسابات السيد الرئيس في تقديم استقالته. الأمور الأخرى اللي أثار الزميل والأخ أنه مناورة أو كذا، لا أعتقد هي خطوة شجاعة، خطوة أنه ما متشبث بالمنصب، وأنه الموضوع الغاية من هذه الخطوة أنه أعطاه فرصة للمجلس انتخاب الرئيس وقيادة المرحلة المقبلة بقيادة بثقة، وأن نبتعد عن يعني خلينا نقول الممارسات السابقة بالتلويح ب يعني عزل الرئيس أو غيرها، نكون يعني دارين المجلس النواب بناء صحيح. وعلى هي هاي الخطوة أستاذ سعدي صحيحة. يعني جت في توقيت أثارت الكثير من الجدل حول تقديم الاستقالة. هو التوقيتات إذا تسمح الأستاذ أحمد، هي كل التوقيتات هي مقاربة، حتى توقيت المحكمة الاتحادية هي قريبة على عودة النواب التيار الصدري من عدمه. يعني إذا تحسب التوقيتات نعم. المفروض كان تتأجل، يعني حتى الحدث الأهم هو يعني عودة التيار النواب التيار الصدري من عدمه. لو يعني نريد نحسبها هم المؤثرين الأكثر في الساحة السياسية، يعني لو يعني لو عادوا النواب، وهذا شيء محتمل كبير أن يعودون إن شاء الله، يعني تختلف كل الأمور اللي راح يعني تحدث في جلسة يوم غد. يعني شنو اللي يعني يختلف يعني مقرب. على حد توصيفك أستاذ سعد، يعني من الممكن أن نعم. يفرض هذا العقد وترجع التحالفات القديمة مثلا؟ هو التحالف يعني التحالفات اللي نهاها التيار الصدري بانسحابه من البرلمان، يعني ككتلة نيابية انسحاب التيار الصدري هو اللي أضعف التحالف الثلاثي، يعني في حالة عودتهم وعادة يعني كل الأمور سوف تتغير. يعني حقيقة الواقع، يعني احنا نتكلم عن التوقيتات، يعني التوقيتات المهمة هي كانت توقيت المحكمة الاتحادية وقرارها، أما توقيتات المظاهرات إذا نجحت المظاهرات أو ما نجحت، يعني ما أعتقد هي اللي أثرت على قرار السيد الرئيس بتقديم الاستقالة. القرار جاء عن ثقة بالنفس، وأنه يريد يحظى بأغلبية مجلس النواب والمضي بتشكيل حكومة قوية إن شاء الله. طيب دكتور أحمد، يعني وسط هذه الجدلية قرار الاستقالة هل يعتبر نقطة شروع كي يتم التصويت من جديد ويمضي بقوة، أم هي نقطة عرقلة لربما إذا كان هنالك تماهي مع التحالف القديم ويريد أن ترجع التحالفات بشكل أو بآخر، أو مع عدم الثبات على التحالف الجديد؟ هي نقطة الذكاء في وقت حرج، وأنا قلت في وقت حرج الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي شوف، احنا صار لنا سنه اليوم بدون حكومه، والشارع ملتهب، والاوضاع السياسيه كلها متغيره في المنطقه، والوضع كله ذهب الى المجهول. الاطار التنسيقي اليوم لما تصدى للمساله وكان الكتله الاكبر، صار يختلف وضعه على ان يكون كتله سياسيه مناوره على ان تكون كتله اكبر تحافظ على المكونات جميعها. بس انت لما تكون رب اسره في بيت، يجب ان تحافظ على جميع ابنائك من اي ضرر واي خلل واي موضوع خارجي. التهديدات الخارجية للبلد، وضع البلد، المخاطر الخارجية، الوضع الداخلي، عندنا فائض مالي ما نعرف نتصرف به، عندنا حكومة تصريف أعمال بتصرف وما نعرف وين بدها تودي فلوس، عندنا ملفات نزاهة، عندنا مدير عام يغتلس ويطلع ويستقيل من منصبه والموضوع ينسد، كل ظروف البلد المحيطة، وضع التظاهرات، وضع التعيينات، كل شيء في البلد هو ملتهب. وأنا صرت كتلة أكبر. واليوم انت رئيس مجلس، سيد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، لكن جميع الاطراف السياسيه هي ما مقتنعه به، وهذا كان يعني تصريحاتهم علنا وجهارا ونهارا، وكان الجميع يتربص به للاقاله، والجميع يقول يعني فتره وراح نطلع ونقيله. فاستغل الظرف اللي باكر راح تصير جلسه، اول جلسه مجلس النواب، اذا ما قالوا راح تفشل الجلسه يعني، وننتظر ونفتح باب الترشيحات ويدخلون باب المرشحين وتبدأ تحالفات جديدة ويبدأ انقسامات، وهم لا لازم ناخذ لنا 5 أشهر 3 أشهر النوم، والموضوع يطول. واني باكر لو تقيلوني وتنفتح عليكم باب، لو تروحوا تصوتوا لي بالتجديد وخلاص.
فهذا الذكاء، وحتى اشار له السيد النائب، واني طبعا انه اشيد بهذا الذكاء، يعني انه التوقيت والوضع. المساله الثانيه وهي الاهم، انه اليوم انت تحالف اداره الدوله، والتحالف فيه السياده جزء من الموضوع. اليوم اذا انت قلت رئيس السياده، فالسياده ما تكون جزء من الموضوع، يعني ينتهي العقد اللي بين السياده والتحالف هذا، وانت اخليت بشرط. اثنين، انت الاكراد بعدهم لحد الان هم في التحالف لكن مو حاسمين وضعهم، ما عندهم مرشح لرئاسه الجمهوريه، ما عندهم وضع. احنا نشارك بالجلسه اي، بس ما عندنا، بعدنا ما مرشحين رئيس الجمهوريه، بعدنا ما نعرف وضعنا شلون يتوجه، بعد ما حاسمين كل الامور. اثنين، احنا عندنا نقص في المجلس، السلطه التشريعيه صار لها متوقفه شهرين، ماكو سلطه تشريعيه في البلد. ولهذا السبب كل الامور تصب لمصلحه تجديد السيد الحلبوسي. فالسيد الحلبوسي اخذ هذا الوقت خلاص. طيب. نوى علي انه خلاص انا اليوم راح يجدد لي باعضاء جدد، بعد ما حد يقول لي انت جاي ناقص شرعيه، انا اهددك بالاقاله، انا ما ادري شنو، اليوم ادخل وبصدر قوي. وانتهى الموضوع. موضوع الجلسه وتكميل الجلسه للسيد الحلبوسي وانتخاب نائب اول وبعدين والمفاوضات ستكون اسهل بعد انه تجديد وضعه. خلاص انا اليوم صرت رئيس مجلس، يعني صرت لجميع الكتل. كل الكتل صوتوا علي، فممكن اروح للبارتي، ممكن ارجع ليكتي، ممكن اروح افاوض ويا السنه، ممكن افاوض ويا الشيعه، هذا الموضوع يرفع عنا الحرج. طيب، سياده النائب كان المراقب للشان السياسي والمواطن العراقي ترنو انظاره في حال اذا ما تم عقد جلسه برلمان، فمن اولى الاولويات ان يكون هنالك اختيار لرئيس الجمهوريه وتكليف لرئيس الوزراء. هسه بعد التي والتي راح يتم عقد هذه الجلسه، ولكن خلت من هاتين الفقرتين، بالتالي ذهبنا الى مناقشه استقاله رئيس المجلس واختيار النائب. بالنسبه لاختيار رئيس الجمهوريه، هذا الشأن كردي، يعني هذا العرف السياسي سار بهالاتجاه. القضيه منيطه باتفاق الاخوه الكرد في البارتي واليكتي على مسمى بعينين. الان لحد الان هم لم يطرحوا المسمى او لم يتفقوا، لم يعلنوا على اتفاق ان صح التعبير، لان وان كان هناك تسريبات على انهم اتفقوا على شيء، لكن لم يظهر للعلن هذا الاتفاق. ولا يعدو الأمر كونه تسريبات إعلامية. متى ما اتفق الأخوة الكرد على مسمى بعينه فسيتم انتخابه بسهولة ويسر. أما موضوع استكمال الاستحقاقات الدستورية الأخرى، بالنسبة لنا قدر تعلق الأمر بنا كحكومة، يعني ترأس حكومة وتشكيل حكومة، احنا جاهزين لحد اللحظة، نحن جاهزون لهذا العمل. عندنا مرشح اتفقنا عليه وانهينا امرنا، والان يعني هو الرجل بصدد او يمارس عمليه لقاء بجميع الكتل والاحزاب، منها الكرديه والسنيه وكل اتجاهات الاخوه المستقلين. زار وزارات، اخذ معلومات، استسقى، وعند رؤية عن تشكيلته الوزارية، عدد من الوزراء وعدد كبير جاهز للتسمية، لكن الأمر يعتمد على مسمى الأخوة الكرد لرئاسة الجمهورية. ومتى ما سمى الأخوة الكرد فنحن جاهزون إن شاء الله. طيب، في هذه الأثناء أستاذ سعدي نتحدث عن عقد هذه الجلسة، بالتالي نشوف انه التحالف الجديد، تحالف إدارة الدولة، ليش لحد الآن مواقف الأطراف تبدو غامضة بعض الشيء؟ حضرتك تصرح بأنه اكو جوز تحالفات جديدة تنتج من خلال عقد جلسة يوم غد إذا تم التصويت أو عدم إتمام التصويت، بالتالي هل هنالك اشتراطات من قبل رئيس البرلمان على تحالف إدارة الدولة؟ و في حال ابداء الموقف ستتغير مواقف او تولد مواقف اخرى. من جهه اخرى ايضا التحالف الكردستاني، هل هو ثبت حضوره في تحالف اداره الدوله ام لا زال
الشد والجذب حول اختيار رئيس الجمهورية هو الحاضر. نعم أخي أستاذ أحمد، بس قبل ما أرد على سؤالك أجاوب أستاذ أحمد العيساوي، أنه دائما ذكر أكثر من مرة التوقيتات المحرجة والتوقيتات المحرجة لتقديم الاستقالة. نعم أستاذ أحمد أخي، هي شنو التوقيتات المحرجة؟ إحنا اليوم صار سنة على يعني تقريبا على الانتخابات، والأوقات يعني تمر بسرعة، فإحنا نبدي بداية صحيحة بأن تكون يعني جلسة مجلس النواب. نعم إحنا نعتبرها الجلسة الأولى اللي هي راح تكون جلسة تشكيل حكومة وتشكيل انتخاب رئيس الجمهورية، فبدل ما احنا نقول التوقيتات القطع، لا بالعكس، هذا التوقيتات المحرجة، وهذا التوقيت الصحيح حتى تكون البداية بداية صحيحة من يعني انتخاب الرئيس وانتخاب يعني باقي خلينا نقول نائب الرئيس و استمرار تشكيل حكومه. طيب الرد على السؤال، الرد على السؤال موجود، ولكن ايضا استاذ احمد يبدو انه لديه ليس فقط التوقيتات المحرجه اللي تفضلت بها في نصف دقيقه. انا اقصد يعني اشادف السيد الحلبوسي واقول انه توقيت ذكي على غير ذكي، يعني ايضا ارهاصات اخرى. اكو ارهاصات اخرى في دوله يعني دول اجنبيه، وهذا ذكر السيد قيس الخزعلي قبل قليل يعني في مؤتمر يعني اللي موجود اليوم في ملتقى الرافدين، وقال انه الرئيس الفرنسي اتصل، وهذه المعلومه اؤكدها انه الرئيس الفرنسي اتصل بقاده سياسيين اراد التجديد للسيد الكاظمي والسيد برهم صالح، وانه الموضوع ينتهي على هذا الشيء، وانه الامور راح تتجدد. وهذا واليوم هناك ضغط وتدخل اجنبي بتجديد السيد الكاظمي والسيد برهم صالح وابقائهم في رئاسه الجمهوريه ورئاسه الوزراء. طيب وحتى اتصل في السيد مسعود البرزاني للعلم يعني. نعم اذا هذا في صلب السؤال استاذ سعدي، يعني هل ان تحالف اداره الدوله بالنسبة لأطراف الكتل السنية والكتل الكردستانية قوية، أم أن هنالك انتظار لبعض المتغيرات؟ يعني حقيقة هو التحالف مستمر، والتحالف يعني أعربوا عنه يعني نواب الكردستاني بأنهم هم باقين مع هذا التحالف القوي، وإن شاء الله مستمر يعني تحالف السيادة وتحالف الكردستاني، وإن شاء الله تمشي الأمور يعني بدون انسحاب اي طرف عن الطرف الاخر. نعم حصلت انسحابات تحالف السياده من بعض النواب، لكن لم تاثر كثير على موقفهم، وموقفهم قوي ان شاء الله. وبالنسبه للتجديد للسيد الرئيس الحلبوسي، يعني هذا طبعا خيار يعني خيار النواب والكتله متمسكه ببقائه هو كرئيس، اما انه يعني في حالة التحالفات الجديدة، المهم أنه تشكل حكومة قوية قادرة على أن تعبر بالبلاد إلى ظهر الأمان إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا السيد سعد الجبوري عضو حزب تقدم، حدثنا عبر سكايب من نينا، وشكرا جزيلا لهذه المعلومات، وأشكر كثير حضرتك دكتور أحمد العيساوي عضو هيئة عمل اتحاد الحكم الوطني، ويتفضل بالبقاء معي السيد محمد الشمري النائب عن ائتلاف دورة القانون مرتبطا عبر الأقمار الاصطناعية، لنتابع في الملف الآخر بعد الفاصل. مشاهدي الأحبة، من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. بهذا الملف أرحب بضيفي الكريم الأستاذ محمد الأستاذ مهدي عبد الكريم عضو حزب الديمقراطي الكردستاني، انضم ضيفا عزيزا في الاستوديو، وكذلك أجدد ترحابي بالسيد النائب محمد الشمري النائب عن ائتلاف دورة القانون. حياك الأستاذ محمد. أستاذ مهدي، نتحدث اليوم عن التحالف الكردستاني، ماذا بشأن اختيار رئيس الجمهورية؟ هل لا زال هذا الموضوع بحاجة إلى كل هذا التعقيد والتأخير؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لجنابك ومشتاقين جدا. الله يحفظك. وتحياتي لقناتك ومشاهديك الكرام المحترمين، إلى أخي العزيز السيد النائب أستاذ محمد الشمري، تحياتنا الخاصة إليه. جنابك يعرف أنه خلال الفترة الماضية كثير من الحوارات جرت واللقاءات، وخاصة مع الزعيم مسعود البارزاني مع السيد بافل المحترم، وأثمرت حقيقة كل هذه المباحثات واللقاءات على أن يكون هناك مراحل نهائية جدا. يعني أنا أقول لك يا وصلنا إلى مراحل نهائية من أجل أول كثير من المشاكل اللي عندنا في إقليم كردستان، إن كانت الانتخابات، مفوضية الانتخابات موعدها، ملف الطاقة، ملف المشاكل الموجودة بين الإقليم والمركز، إضافة كثير من المشاكل تم وضع آليات حل لهم الحمد لله والشكر. وأيضا هناك إحياء إلى الاتفاق الاستراتيجي بين الحزبين الكبيرين، والمجيء إلى بغداد بملف واحد وورقة واحدة من أجل التفاوض فيها في بغداد، هذا واحد. أما ما يخص الملف الأخير وملف رئاسة الجمهورية، أعتقد وصلنا إلى مراحل أيضا نهائية لتسمية الشخصية مقبولة لدى الطرفين إن شاء الله. وفي الجلسة اللي مو هاي إن شاء الله، يعني بعد الجلسة الثانية ستكون لدينا مرشح واحد متفق عليه إن شاء الله. طيب سيادة النائب، يتحدث ضيف الكريم الأستاذ مهدي عبد الكريم عن جهوزية أو صفاء النية، خلينا نقول، حول اختيار رئيس الجمهورية. هسه قبل أن أسأل الأستاذ مهدي عن هذه الشخصية أو سماتها، ما راح أقدر أقول لك بإذن الله، ما مخول أقول لك، بس بإذن الله متفقين، يعني ما عندنا مشكلة. نعم. أستاذ محمد، شو تشوف أنه يعني الاتحاد الكردستاني أو الحزبين الكردستانيين يعني طولوا باختيار رئيس الجمهورية، وإحنا اليوم متوقفين، ما يمشي الاستحقاق الدستوري الثالث، ما لم يكن هنالك اختيارا للرئاسة، رئاسة الجمهورية تحديدا؟ أستاذ محمد تسمعني لطفا؟ شباب أمنونا الصوت بشكل جيد مع الأستاذ محمد الشمري. أريد السؤال عليها أنا أجاوبك عليه. لك منطقة الحرية. الله يحفظك. شوف، إحنا يعني التأخير مو فقط يعني خاص بالمكون الكردي بانتخاب رئاسة الجمهورية، جنابك يعرف أيضا أنه الظروف اللي مرينا بها حقيقة، يعني من التظاهرات، من الحالة المأساوية اللي مرينا بها مع كل الأسف، خاصة في الليلة الظلماء اللي مرت وراحوا بها شهدائنا شبابنا من كل الأطراف إلى رحمة الله إن شاء الله. كل هذه الظروف، يعني حتى تعطيل البرلمان لمدة هذه، ليس الكرد كان السبب الرئيسي في تعطيله. الخلافات الأساسية اللي كانت داخل، أولا خلينا نكون بصراحة منها، داخل المكون نفسه، المكون الأخ الأكبر المحترم، يعني معروفة هي هاي الخلافات اللي كانت لحد هذه اللحظة اللي بين قطبين كبيرين، مع كل احترامنا. وهذا كانت هذه عوامل تؤثر في اختيار رئيس الجمهورية، ولكن يعني بعض المشاكل اللي حدثت بين الديمقراطي والاتحاد لربما ايضا عطلت كثيرا ولحد هذه اللحظه. شوف، يعني احنا هسه تاثيرنا، خلي يكون هسه رئيس الجمهوريه جاهز، يعني باسوأ الاحتمالات، اسوأ الاحتمالات، ما متفقين على شخص، راح نجي وين؟ قبه البرلمان، داخل قبه البرلمان بمرة مثل ما كان عندنا 18. نعم. راح يتم التصويت على واحد، وهذا الواحد راح يكلف رئيس رئاسة الوزراء. يعني ما مو ذيك المشكلة اللي وقفت العملية السياسية من يوم الخلافات اللي صارت إلى يومك هذا، وتعرف جنابك شنو الخلافات ومدى قوتها لحد ما وصلت إلى قتال. يعني مع كل الأسف ما كان المكون الكردي هو السبب الرئيسي في هذه الأمور، ولكن الخلافات السياسية بين الكتل الكبيرة خاصة داخل المكون الأكبر أثرت تأثير كبير على تأخير أو وقف الحال العملية السياسية برمته. طيب، وهذا كله سوقا لكلامك أستاذ مهدي، يعني سنأخذ المحصلة النهائية. الإطار التنسيقي أو تحالف إدارة الدولة صرح بمرشحة لرئاسة الوزراء، ولكن الأطراف الكردية لحد الآن ما صرحت باسم مرشح رئيس الجمهورية. إذا مو قبلها بيوم، يعني قبل الجلسة، مو يصير عندك الاسم؟ يعني هي ضمه، هي مثل لا لا ضمه، مو ضمه. تري ليش؟ اولا شوف، يعني كل الظروف اللي مرينا بها، خاصه بالنسبه للمرشحين، حتى ما تحرق، اولا ما تحرق مرشحك امام الكتل السياسيه اللي كانت فيها، ثانيا توصل الى اتفاق نهائي مضمون بينك وبين، قلت لك يا عندنا مشاكل كثيره كانت مع الاخوه بالاتحاد والاحزاب الاخرى، وصلنا الى اليات هاي كلها، راد لها وقت كان
والحمد لله قلت لك يا وصلنا الى مرحله نهائيه جدا يعني قريبه كلش زين. يعني اذا راويتك صوره استاذ مهدي نحكي بيناتنا انه يعني بدون مانع للمشاهد يعني حتى بدون الكاميرا اي او لا بدون كاميرا بدون كاميرا ولا عباس زين مو من صلاحيتي صدقني ترى اولا من صلاحيه الاخ العزيز يعني المناطقه الرسميه في الحزب لانه هناك اتفاقات وهناك من ضمنها الاتفاقات سوف يطرح كلها ويشرحها بشرح وافي اذا تم ان شاء الله هذا الامر. طيب هسه في الملف الاول اخذنا قلنا باسوء الاحتمالات اسوء الاحتمالات انه اذا دخلنا حتى لو دخلنا ما عدلتش المشكله زين مستمرين بها هسه بدون تصريح عن الشخصيه بحد ذاتها ولكن هسه استقالة السيد الحلبوسي والتنويه لهذه الاستقالة وجلسة باكر راح تكون أول المناقشات حول الاستقالة. هسه مرة ضيوف قالوا مناورة سياسية، مرة استخدام ذكي للوقت، ومرة أنه تعزيز لمواطن القوة. اختيار رئيس الجمهورية أيضا راح نخضع لبعض المناورات السياسية مثلا. طريقة أنه اختيار رئيس الجمهورية متعلق أيضا بالمساهمة في الحكومة أشراك الأطراف الكردية في الحكومة أبدا يعني اللي صار يعني في 18 تعرف جنابك ولكن هنا نوع من الاختلاف. أولا سيكون هناك أنت تعرف أنه أي اختيار أو أي انتخابات عندك طرف وعندك طرف الثاني المرشحين عندهم أوراق ضغطهم أوراق اللي يستخدموها مع بقية الكتل السياسية يا هل راح ينجح بها يمشي مثل ما صار عندنا في 18 ولكن حصر على حصة الإقليم من الموازنة لا هاي على هاي قضية تختلف. المناطق المتنازعة هاي هاي, هاي 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 تختلف تري ليش هاي هسه نفسها باقية من إضافة إلى تصدير النفط لا لا هاي شوف هسه زاد راح أزيدك بها علم يعني هاي الثوابت اللي احنا بيها الثوابت اللي انطرحت على الأخوة في الإطار من ضمنها أولها تصفير كل المشاكل اللي طرح الزعيم مسعود البرزان تصفير كل المشاكل الموجودة بين النقل والمركز ومن ضمنها أولا تشريع قانون النفط والغاز اللي راح يحل كل مشاكل الموازنة ما موازنة والنفط لأن راح يعرف كل واحد اللي إله ولا عليه هذا جانب ينتهي نهائيا لمدة 6 أشهر هم يعني يكون يقر هذا البرنامج يعني تحديد يقر هذا القانون تحديد الوقت مو احنا مره نحكي عن تصفير واعتاديه انه على الترحيل لا 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 ما ترحيل ما لا لا اقول لك خاصه قانون النفط والغاز لانه بيلغط هوايه اصبح صار عندهم كل موازنه تتاخر ويصير مشاكل وراء هذا راح يحل عندك المشاكل طيب. هذا واحد اثنين عندك الماده 140 عندك الماده اللي القصف اللي كان على اقليم كردستان هذا اكو تعهدات اخذت يعني حتى على الاخوه في الاطار انه اي جهه تقصف اربيل بعد يحاسب امام الكل هاي تعهدات موجوده ولهذا السبب ذني ما لها دخل بمن برئاسه الجمهوريه، رئاسه الجمهوريه شيء سيادي اولا، ثانيا متفق عليه خلينا نقول بين الطرفين على شيء واحد مو الفقرات اللي وياه، رئاسه الجمهوريه فقط. عندي اما قلت لك في اسوأ ارجع واقول في اسوأ الاحتمالات اسوأ وانه هذا انا ابعده لانه ما راح نرجع الى مرشحين، عندنا مرشح واحد باذن الله سيكون متفق عليه حتى مقبول لدى بقيه الاطراف، واذا اسوأ الاحتمالات انه عندنا مرشحين اللي يفوز راح نقول له فيهم الله ومحمد وعلي وياكم مبروك عليك. طيب مو عندنا ايضا قباله هذا يتقدم برنامج حكومي للمكلف برئاسه أحسنت. الوزراء. هذا البرنامج ما راح تكون للكتل الكردستانية تحديدا أكيد. اليد الطولة في تشكيل هذا البرنامج إذا كان شيء بصالحها أو ما يخدم مصلحتها أكيد شوف خاصة في هذه المرحلة خلينا أكون واضح وصريح ماكو أمام الكتل السياسية برمته وبأجمعها سوى النجاح النجاح يؤمن نجاح ما عندك غير طريق ليش؟ لأنه اللي مرينا بأولا وصلنا للقتال مو نجاح شكلياً أنا نجاح جايك أنا جايك جايك يعني مطالب جايك مكوناتية وعندي مطالب مصلحة عليك إذا تخليني دقائق تسمح لي أنا هسه كل انتخابات عندك تثمر عن كتل فائزة وهاي الكتل الفائزة عندها مطالب شارع عندها ثوابت إحنا كحزب ديمقراطي كردستان حتى الأخوة في السنة وحتى الأخوة الشيعة كل مكون إلى ثوابته وإلى متطلباته تمام. تم طرحها ضمن الورقة اللي تقول عليها البرنامج الحكومي اللي حتى تم طرحها مع السيد محمد الشاع السوداني مع بقية الكتل اللي موجودة البرنامج الحكومي هنا ليس كالسابق أكو اختلاف رح يصير ليش
سابقا احنا اللي دقينا على نوع نمط التغيير العمليه السياسيه بالاغلبيه. ليش؟ لانه يجب ان تتحمل الكتل اللي راح تشكل الحكومه ورئيس الوزراء تتحمل الفشل لا سامح الله والنجاح. هي تكون مسؤوله امام الشارع وامام البرلمان وامام الدنيا كلها في هذه المرحله بالذات. واذا على الاساس ستكون الورقه او البرنامج الحكومي يتحمل كل اللي موجود به، بثوابت الكرد، ثوابت الاخوه السنه، وثوابت الاخوه الشيعه ضمن الدستور. غير الدستور ما مقبول. طيب مو هاي نقطه، بس النقطه الاخيره هم اقول لك اياها ولو اخذ نقطه. نعم. بالنسبه لاستقاله السيد محمد الحلبوسي، اعتقد السيد محمد الحلبوسي الان يمثل من اكبر الكتل السنيه من داخل المكون السني، الى واقعه والى تاثيره على اولا المناطق اللي عمر بها وساعد وقدم ما قدم لهم الى مكانته والى مكان. غدا ستكون مجرد اعاده ثقه من قبل 74 المقعد اللي حضروا موجودين، اعاده الثقه من كل الموجودين، ولن تكون هناك استقاله. طيب يعني هذا الموضوع بهاي البساطه مجرد اعاده ثقه. طيب ما الديمقراطي ايضا كان على طول الخط يعطي حصة رئاسة الجمهورية إلى الاتحاد. نعم. ليش في هذه المرة أصر الديمقراطي وجعل هذه من الثوابت، ومن ثم لربما سيذهب الأمر إلى الاتحاد؟ شوف، إحنا بالنسبة لرئاسة الجمهورية لمولي شخص واحد ولا لحزب واحد، جرى العرف السياسي هكذا. يعني هذا 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 اللي صار الديمقراطي رئيس جمهورية. من جينا به من مام جلال الله يرحمه، فؤاد معصوم، دكتور فؤاد معصوم، استاذ الدكتور برهم صالح. نعم. يعني الخلاف اللي صار عندنا ب 18 يعني صارت شلون نقول. نعم. كسر اراده بها. لهذا السبب الان اخذ دوره، يعني خلينا نقول على حتى الدكتور برهم صالح وحتى الاتحاد كان في 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 موجود رؤيه اللي موجوده عند حزب الديمقراطي الثاني ان. نعم. تكون اعاده الروح اذا ما كان عليه مثلا مام جلال برئاسه الجمهوريه كان حاوي لكل هذا المنصب لخلافات الموجوده في هو حاويها، علاقات الخارج، يعني كان تارس، خلينا نقول بالعاميه تارس مكان. لهذا السبب كانت عندنا رؤيه انه يكون هذا اعاده الروح به، ومن حق في هذه اللحظه ومن حق الديمقراطي ان يطالب استحقاق انتخابيا ايضا. انه باعتبار انا اعلى المقاعد ممكن اخذ هذا دي. يعني لهذه الايضاحات وهذه الصراحه اشكرك شكرا جزيلا استاذ مهدي عبد الكريم، عضو الاتحاد، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. وكذلك اتقدم بالشكر الجزيل مع الاعتذار للسيد النائب محمد الشمري النائب عن ائتلاف دوله القانون، اشكال في الصوت وعدم وصوله بشكل جيد. اعتذر لوقتك سياده النائب، ما حالفنا الحظ انه نستفيد من وجهات نظرك في هذا الملف. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.